كنتوا خبروني انه بدكم تبيعوا الفيلا وقاعدين عم تضغطوا عليه بدل هاللعبة اللي عم تعملوها واللف والدوران والفيلم اللي عم تكتبوه. بس بالله تقولوا لي مين كتب السيناريو تبعه؟ يعني عن جد ما كان احسن لكم لو رجعتوا لعندي واختصرتوا الطريق؟ بتعرفوا يعني انتوا انه ماجد ما بيسمع الا مني، ما بيقتنع الا مني، كلمتي عنده ما بتصير تنتهي. هلا ولا ليش كربتك ما صارت تنتين يوم ما راح يقابل زيد؟ ليه ما منعتيه وقلتي له لا تروح؟ حبيبتي هديك القصة غير، لأنه بوقتها أصلاً أنا ما كنت مقتنعة بهذا الموضوع. أنا ما كنت بدي أحرم حبيبي ماجد من أنه يروح ويرد له الكفلة زيد ولو بكم كلمة بالعتم. والله شوفي عاد، دامنا فتحنا طاري السيناريوهات، فأنا أشوف السيناريو اللي أنت قاعدة تلعبين فيه مرة رخيص.